السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم وسلامات جميعا، رجعنا لكم مقطع جديد. طبعا المقطع هذا بيحكي عن برنامج لوجو ميكر. لوجو ميكر باعتبار برنامج تقدر تعمل فيه اللوجو اللي بدك اياه لقناتك، لليوتيوب، لشغلك، لاي اشي بدك اياه بتقدر تعمل لوجو من هون. مثلا بدي احط 2020، مثلا بحط هوني ابو كينان، بغير الخط اللي بدي اياه، بختار مثلا خط معين انا حابه. عندك خطوط كتير هون تختار اللي بدك اياه، مثلا هيك. بتقدر تكتب هون مثلا فور جيمينج او ايش زي ما بدك يعني انت. طبعا هذا البرنامج فيه كتير لوجو، فيه كتير، في زي هيك اي صورة بتضغط عليها بتقدر تعمل عليها مباشرة لوجو مباشرة، اي صورة. طبعا بتقدر تغير برضو بالكالر، بتقدر تعمل كالر بيختلف نفس الصورة، بتقدر تعمل خلفية مختلفة. ثواني، باك جراوند، اوكي هيك مثلا، شايفين كيف بقدر اعمل خلفية ورا الصورة نفسها. بقدر اعمل اديت تكست اللي هو بضيف كمان كلمة بدي اياها اكتبها او شيء هيك. فالبرنامج فيه كتير ميزات. طبعا راح استعرض لكم شوية لوجو الموجود في القناة بالبرنامج، في كتير كتير لوجو، يعني شو بدك لوجو موجود، شو بدك لوجو موجود، شو بدك تسوي لشركتك، لكارتك، لأي اشي بدك اياه بتقدر تعمل لوجو جاهز بكل بساطة، ما بتتعب. حتى في اذا مثلا انت مثلا بدك تاخد فكرة عن لوجو معين، بدك تاخد فكرة من هون وتسوي اللوجو انت لك، يعني حابب تسوي لوجو بتصميمك او اشي زي هيك، تاخد الفكرة من هون مثلا زي محامي او اشي زي هيك، تعمل لوجو اله وباسمه كذا ورقم تلفونه واللي بده اياه، هو رسام بلاك اند وايت مثلا، عن الطعام اي شيء بدك اياه انت، لمطعم، لا شيء، اللوجو اللي بدك اياه، هيلثي للتغذيه، فود درينك للمطاعم، بيزدت عيد ميلاد، كارز، سيارات، فاللي بدك اياه. طبعا متاح لك اشياء كتير 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 كتير، يعني بالهبل متاح لك اشياء لوجو للي بدك اياه وزيادة. طبعا في برنامج تاني لنفس هذا، طبعا هذا صورته اللي هو نفس هاي الايقونه بالضبط، نفس هاي صورته موجود على، افتح متجر بلاي، اكتب لوجو ميكر بيطلع لك مباشره. طبعا في برضه ميزه فيه، بقدر اضيف صوره، انا مثلا يعني بدي اختار صوره معينه. شوف الصوره هون، والله شوف ما في غير هذول الصور اللي عندي، اوكي لا في صور هون، اوكي مثلا نختار البنت هاي وبحط عليها هيك، اوكي شايفين ضفتها. بقدر اعمل مثلا صابرين مثلا هيك، وبنعمل الخط اللي بدنا اياه احنا. بتقدر تكتب اللي بدك اياه، اللوجو اللي بدك اياه، بتضيف باك جراوند وراها، لوجو معين مثلا بالبلح الازرق شوي لانه هي خلفيتها زرقاء، بتضيف اللي بدك، بتكبر الصورة، بتصغرها، بتعمل اللي بدك اياه. هذا برنامج كتير كتير بسهل عليك مواضيع، في كتير ناس راح يستفيدوا منه. وفي برنامج تاني اللي هو لوجو ميكر تاني، راح اورجيكم صورته حاليا. هذا هاي صورته، شايفين صورته هاي الايقونة، هاي صورته. وفي عنا اللوجو ميكر هذا للجيمنج، اصحاب قنوات الجيمنج او تبعون الالعاب، فهذا راح يفيدهم لانه في لوجو للجيمنج بس، شايفين كيف لوجو للجيمنج. يعني مثلا بقدر احط اي لوجو بدي اياه من هون مثلا هيك، وبكتب اسمي جوا ال تكست، وين تكست، التكست عدد، اوكي بدي اكتب اول شيء التكست، اوكي اكتب ابو كنان، كنان، اوكي عدد ضفناه. طبعا بصغره، بغير اللون، اللون بدي اياه يكون كلر، يكون ابيض، تمام، عشان يجي هون. بتقدر تعمل باك جراوند لنفس اللوجو مثلا هيك 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 للي بدك اياه، اللوجو اللي بدك اياه. اوكي انا ما بدي صراحه باك جراوند، اوكي ما بدي باك جراوند، فخليني اعمل سيف واحفظه عندي. اوكي سيف،
تكسل اوكي، هاي كنت حافظها بالاسطوره عندي، بقدر اشيرها واضيفها عندي، بقدر اعمل احطها لوجو حاليا على قناتي على اليوتيوب، والموضوع جدا بسيط. هاي البرنامج جدا حلو، بفيدك لو حابب تعمل لوجو معين، في عندك كتير قائمه لوجو كبيره هوني، فاللوجو اللي بيعجبك هون يعني فيها شامل للالعاب، يعني في خيارات للالعاب وهيك، وفي اضافات برضو تانية غير على البرنامج التاني، فاللي بريحك واللي بيعجبك تقدر تختاره، تحط اللوجو اللي مناسب لك على هذا البرنامج وتسويه على السريع بدون ما تتعب حالك. فتحياتي لكم، نشوفكم بخير، بتمنى ما تنسونا من دعمكم بلايك، ولو مش مشترك اشترك، صار كل جديد. تحياتي لكم وسلامات.